مرحبا بكم في قناتنا الرياضية الأولى. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي أمام غينيا الاستوائية. يحل المنتخب الوطني التونسي غدا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 ضيفا على منتخب غينيا الاستوائية في لقاء ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا الكامرون 2021. ومن المرجح أن يدخل منتخبنا المباراة بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى، في خط الدفاع محمد الدراجر، ياسين مريح، أيمن عبد النور وأسامة الحديدي، في وسط الميدان فرجيني سيسي، الياسي السخيري ومحمد علي بن رمضان، في خط الهجوم سيف الدين الخاوي، يوسف المساكني ووهبي الخزري. يذكر أن المقابلة ستدور بمدينة ملابو الغينية انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، وستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي سبور. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب بتاعنا.